شريف الرضي أعلى الله مقامه يقولون آخر عمره ما كان يزور الحسين يوم عاشوراء، ما يروح الكربلة، يروح يزور موسى بن جعفر جده. أكثر من مرة لحوا على الشريف الرضي، قالوا له سيدنا أنت عميد الشيعة، كبير الشيعة، زعيم الشيعة، والشيعة يتوجهون يوم عاشوراء إلى كربلاء الحسين، لأن من زار الحسين يوم عاشوراء حشر يوم القيامة متلطخا بدم الإمام. هاي زيارته مخصوصة، أنت لما لا تذهب إلى جدك الحسين وتزور؟ فقال لهم لا تلوموني، أنا فعلا إذا وصلت عند الحسين يوم عاشوراء أموت، ما أتحمل، لأنني أرى ما لا ترون. بالفعل يقول ذات سنة أصروا عليه، وراح الشريف الرضي يوم عاشوراء، دخل وقف عند رأس مولانا الحسين وهو ينادي كربلا لا زلت كربا وبلا، ما لقى عندك آل المصطفى، وبدأ يقرأ الأبيات حتى غشي عليه من شدة البكاء عند رأس مولانا الحسين. يقول اجوا اتباع داير ميدور حركوه، فوجدوا السيد قد مات، ما تحمل. شوف هذا الولاء للحسين، وبقت هالقصيدة تتلى، الله حفظها: يوم عاشورا كربلا لا زلت كربا وبلا.